ما يسعدنا بالفعل هو مسألة الوعي المجتمعي اللي قاعدين نشوفه بين المواطنين والمقيمين من خلال متابعتنا الإخبارية اليومية مع شبكة مراسلين. طبعا أكثر شيء جميل هو الإقبال على تلقي الجرعة التنشيطية في مركز الكويت للتطعيم، في عملية سهلة ويعني بسيطة ما تستغرق حتى بضائع، يعني بضع دقائق قليلة. يعني ما أنت سجلتي أمس؟ أنا أمس سجلت ووصلني المسج أمس، واليوم إن شاء الله راح يكون موعد الجرعة. إن شاء الله تمنياتي سلامة لك. أكيد مشاهدينا، هذا المجهود يأتي بالتأكيد من خلال تعاون الجهات العاملة في مركز الكويت للتطعيم وفي مقدمتهم وزارتي الصحة والداخلية والمتطوعين أيضا ما ننساهم، بتعاون من يتلقون التطعيمات والتزامهم بالتعليمات المحددة. طبعا وكاميرا العالم هذا الصباح كانت حاضرة في مركز الكويت للتطعيم واستطلعت آراء المواطنين والمقيمين اللي أشادوا جميعهم بعملية التنظيم وسهولة تلقيهم للجرعة التنشيطية. لنتابع. مراكز التطعيم في كافة محافظات البلاد تواصل تقديم الجرعة التعزيزية للمواطنين والمقيمين الراغبين بها تزامنا مع التطورات الصحية في البلاد، لا سيما عقب ارتفاع عداد إصابات كوفيد 19. والله الحضور جيد زين، ومفترض الواحد ياخذ التطعيم، يعني اللي قاعد اشوفه كل الناس قاعدين ياخذون التطعيم، والتطعيم هذا مناعة احسن، ليش الواحد ما ياخذ التطعيم؟ أخذنا الأولى والثانية، الحين صار 18 و9 شهور، والثالثة ناخذها، شنو مشكلة؟ والله اليوم جينا نطعم الثالثة، والله الإقبال أشوفها زين، يعني في ناس مقبلين عليه، وكانوا بعد هم من الربع ومن الجماعة هم قالوا لنا وجينا طعمنا. هم الجرعة الثالثة راح تفيدهم يعني، تزيد من مناعتهم حق فيروس كورونا. الأولى والثانية كانت زينة، بس الثالثة راح تزيد مناعتهم. إقبال كبير تشهده مراكز التطعيم لتلقي الجرعة التعزيزية، لا سيما مركز الكويت للتطعيم في مشرف، وسط إشادة كبيرة من قبل المواطنين والمقيمين بسرعة الإنجاز. الثالثة ثابتة إن شاء الله، وأنصح الجميع بأخذ التطعيم الثالث والرابع إذا بعدين يانا. 9 شهور طعم اللي هي الثالثة، بس الحمد لله أن طعمنا التطعيم هو مهم، وعشان يعني الحين عشان مرض جديد وكذي فيحتاج التطعيم، بس بعض الأغراض يعني في أشياء لازم ندشها بتطعيم وكذي، ويعني لازم كذي طعم. في ناس تقول لا ما يصير نطعم، في ناس قاعد تطلع إشاعة عن التطعيم وهذا الشيء تقول لا بيطلع لنا نزيل، هذا أشياء غلط. هو التطعيم عشان يعني تحمي نفسك وتحمي يعني مثلا تحمي من الناس وكذي. في ناس مثلا فيهم كورونا أنت تكون لابس يعني يكون عندك تطعيم، اللي ما عندك تطعيم خلاص يصيبك الفيروس، إذا كنت مطعم خلاص ما يصيبك الفيروس إلا يعني قدرة الحافظ، يعني الله يحفظك. يعني أنا بس اللي أقول أن الله يحفظ الكويت ويحفظ شعبها وأتمنى الكل يطعم. قرارات مجلس الوزراء الأخيرة انعكست إيجابا على مراكز التطعيم في محافظات البلاد، وذلك من خلال الاستجابة السريعة لتوصيات السلطات الصحية بأهمية الجرعة التعزيزية للتصدي لكوفيد 19 ومتحوراته الجديدة.